هذه الموزعين هل بتكون صح راح يتوزع على جميع الانديه والمؤسسات الشبابيه؟ مكتب الكورونا في البلديه بحيث هو يدير لنا جدول معين يمر علينا قبل بدايه المسابقات. هذا يجب ان يكون يصير احمد خطاب منكم انتم. الحاجه الثانيه قامت به الجمعيه العموميه بنادي الامل فكان لهم شغل واضح، كان لهم اعلام. فيروس كورونا خلال الفتره والتدريبات مع ضروره وضع الملصقات الارشاديه والوقائيه من فيروس نادي الامل الرياضي للثقافه الاجتماعي على حسن الاستضافه. وهذه الدله مؤسسه المؤسسات الرياضية فرع الأحياء العامة للشباب والرياضة بمستوى المؤسسة. طبعا أجدد شكري لكم رؤساء الأندية. هيئة العامة للشباب والرياضة افتتاح الاجتماع. في حافلة أو تفرحة يحبذ أن يكون برنامج نقل اللي هو فردي. أربعة تشكيل لجان تضم ثلاثة أشياء طبيب، يعني كل نادي كل مؤسسة شبابية تختار لها اللي هو ثلاثة أشخاص من ضمن هالأشخاص هذا يكون تعامل معه. رئيس اللجنة فيه مديرية الأمن وفيه من لجنة الطوارئ اللي هي من البلدية يقصدوا بها، كل بلدية تخصص. أنا أندية غد يعني أندية فعالة يعني ما اعتمدتش في أندية فعالة ما اعتمدت قدم وجهات وقدم وكذا ما صار مش عارف شو المشكلة. شنو تكون الهيئة تراسل الأندية هذه الأندية التخصصية ونتكلم بالأخص على نادي المهاري عنده خصوصية بنشاط نادي المهاري أو هي الهيكليته أو إقامة نشاطاته ما عندهاش. فنتمنى أن يكون هي يجي منها مراسلة طالب الأندية هذه. تفضل يا بسم الله والصلاة والسلام. قبلك ورقة بعدين تفضل. هنا عند المهاري التنقل فيه التكلفة، تكلفة التنقل ثم تبلش ملح في النهاية. فالسيد مسيحي قال كل ناس ليه قرار وحدة. والثانية النقطة الثانية طبعا الدعم، طبعا الرياضة مش مجبر أن تدعم الأندية كأندية أهلية، ولكن أتمنى في الحيوان هذا موجود والبشر اللي استعمل فيه موجود. فتأتي يعني نادي لكرة القدم مليون أو مليون ونص، اتحاد مهاري وهاني اليوم دي وزارة الثقافة اعتبارها رياضة تقليدية شعبية، لكن المهاري من الاتحاد لا مخ حاجه يقول فيها قدام الرياضيين يبي يشوفوا العينات. الحاجه الثانيه والاصعب الملاعب الملحقه للنادي. اذا كان عام كره طاير، كره سله، كره قدم. الفرع الهي في القواري، لكن هذه النقطه يجب ان ننظر لها يعني اذا ما فيش. عقد مكتب فرع الهي اجتماع الانديه الرياضيه على مستوى المنطقه والبالغ عددها 17 نادي، أندية عامة وأندية تخصصية وأندية وتم النقاش في بعض الأمور منها مناقشة الدخول الصحي لممارسة النشاط الرياضي، أيضا تم النقاش في آلية دعم الأندية الرياضية لممارسة نشاطها، وتم النقاش في دعم البنية التحتية بالأندية الرياضية التي تملك عقارات ولها قطع أراضي مثل أندية المهاري وميدان أنوار المهاري اللي يتم تنفيذها إلى حد الآن. وتم النقاش في لجنة مرتقبة لمعاينة مواصفات ومعايير الأندية العاملة، وحتى مكتب فرع الرياضة الأندية الرياضية على التأكيد على ملفات يكون بها شهادة عقارية لمقراتها، أن يكون عندهم ملاعب، أن يكون عندهم قرارات ثابتة، حتى إذا كانت لجنة لمعاينة هذه الأندية لابد أن يكون النادي يملك عقارات وملاعب له حتى يصبح النادي عامل. تم النقاش في بعض
رسالتهم إلى فرق الحي للسلمية العالية والدعم المالي. وتم اعتدام هذا الاجتماع التوصية اهتمام بالمنطقة من ناحية الحكومية ومراعاة المسافات والتباعد بين المنطقة وتنقلات الأندية الرياضية. ومن أشطر الحكومة المستهدفين من مؤسسة النشاط